والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
العزيز. الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا.
نارا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله.